الأصحاح الرابع. أناشدك أمام الله والمسيح يسوع الذي سيدين الأحياء والأموات عند ظهوره ومجيء ملكوته، أن تبشر بكلام الله وتلح في أعلانه بوقته أو بغير وقته، وأن توبخ وتنذر وتعظ صابرا كل الصبر في التعليم، فسيجيء وقت لا يحتمل فيه الناس التعليم الصحيح، بل يتبعون أهواءهم ويتخذون معلمين يكلمونهم بما يطرب آذانهم، منصرفين عن سماع الحق إلى سماع الخرافات. فكن أنت متيقظا في كل الأحوال، واشترك في الآلام، واعمل عمل المبشر، وقم بخدمتك خير قيام. أما أنا فذبيحة يراق دمها، وساعة رحيل اقتربت. جهدت الجهاد الحسن، وأتممت شوطي، وحافظت على الإيمان، والآن ينتظرني إكليل البر الذي سيكافئني به الرب الديان العادل في ذلك اليوم، لا وحدي بل جميع الذين يشتاقون إلى ظهوره. تعال إلي سريعة، لأن ديماس تركني حبا بهذه الدنيا وسافر إلى تسالونيكي، وسافر كريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، وبقي لوقا وحده معي. خذ مرقس وجئ به، لأنه يفيدني كثيرا في خدمة الرب. أما تخيكوس فأرسلته إلى أفسس. أحضر عند مجيئك عباءتي التي تركتها في ترواس عند كاربوس، وأحضر الكتب أيضا، وخصوصا مصاحف الجلد. إسكندر النحاس أساء إلي كثيرا، والرب سيجازيه على أعماله، فاحترس منه أنت أيضا، لأنه عارض أقوالنا معارضة شديدة. ما وقف أحد معي عندما دافعت عن نفسي لأول مرة، بل تركوني كلهم، صفح الله عنهم، لكن الرب وقف معي وقواني، فتمكنت من إعلان الدعوة لتسمع جميع الأمم، فنجوت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل شر، ويحفظني لملكوته السماوي، فله المجد إلى أبد الدهور. آمين. سلم على بريسكلا وأكيلا وعلى أهل أونيسيفوروس. أرستوس بقي في كورينثوس، أما تروفيموس فتركته مريضا في ميليتوس. أسرع في المجيء قبل الشتاء. يسلم عليك أوبولوس وبوديس ولينوس وكلوديا والإخوة كلهم. ليكن الرب مع روحك، ولتكن النعمة معكم.